يوهو، هل أنتم هنا؟ مرحباً جميعاً، أتودون الخروج لنلعب؟ آسف يا لين، نحن نصنع رجلاً آلياً. رجل آلي؟ نوعاً ما. لو كان عندي رجل آلي حقيقي أو ربما أفضل. أود أن أصنع أرنباً آلياً. هذا سهل جداً. لا عليك يا رومبا، أنا سأصنع لك أفضل أرنب آلي. سأساعدك، أنا ماهرة للغاية. هيا يا كرز لنبدأ العمل. ترى كيف يتحرك الآليون؟ هكذا. انظر يا بينون، لنستعمل جهاز التحكم القديم للتحرك. ولعبتي القديمة نجعلها وجه الآلي. يبدو الأمر مسلياً. ماذا تفعلين؟ أحاول تجميله. لا خطأ، أنت تتلفينه. ستلتصق عليه هذه الأشياء ولن يعمل. بل سيعمل. ما رأيك يا بينون؟ لا أعرف فعلاً. كل منكما عنده أفكار جيدة. ممتاز، حسناً يا بلبلة، يمكنك أن تنظري. ما رأيك؟ إنه بشع جداً. هل يمكن أن تجعله أجمل؟ أعرف ماذا ينقصك، سأعود حالاً. بينون. مرحباً يا كرز، كيف تجري الأمور؟ قالت بلبلة إن علي أن أجعله أجمل وأنا لا أعرف كيف. هل تساعدني؟ أنا لا أستطيع. لماذا؟ لو ساعدتك لن أكون منصفاً تجاه لين. لا أستطيع أن أساعد أي منكما. آسف يا كرز. ترى، انظر إلى هذه الريشات. الآن سيصبح أرنبك الآلي جميلاً مثلي. شكراً يا بلبلة. هل ستعجب رومبا؟ طبعاً، هناك أشياء كثيرة تعجبه. أرجوحته، الطعام، وطبعاً روزي. لو أضفتها لأرنبك الآلي فسيكون هو الأفضل بالتأكيد. كما ترين يا بلبلة، ربما لم تكن أفكار لين سخيفة. ليس المفروض أن يفعل هذا. كرز أبرع في جعل الأشياء تتحرك. هل تستطيع المساعدة يا بينون؟ آسف يا لين. ما الأمر؟ ما هي المشكلة؟ أرنبي الآلي يقع باستمرار. يشبه هذا بناء الأعشاش. حقاً؟ نعم، ليس هناك أسوأ من عش مهتز. ما يجب عمله هو اختيار أفضل أغصان ليتماسك الجزء الخارجي. شكراً يا بلبلة. ربما إن بدلت هذه الأجزاء أيضاً هكذا. ربما أفكار كرز لم تكن سيئة تماماً. الجميع جاهزون؟ 3، 2، 1. الآن. أنتم لم تروا شيئاً بعد. انظروا الآن. ما كان يجب أن يحدث هذا؟ طبعاً، أنا لم أساعد في هذا الجزء. رائع، أعجبني. انتظروا جميعاً لتروا أرنبي الآلي. انظروا إلى الأمام. هيا انطلق. لا، تذهب في الطريق الخطأ. توقف. سأساعدك. هيا يا أرنبي، أنقذ الوضع. يدغدغني.
ربما كان يجب أن أساعد كرز ولين. كسر أرنبي الآلي. وأنا أيضا، لم تعد لنا أرانب آلية. أوه لا، إنها أفضل أرانب آلية كنت أحصل عليها. أنا آسفة. وأنا أيضا. كان يجب أن نتفاهم معا ونصنع أرنبا آليا معا. آسفة يا كرز. آسف يا لين. أوه هونا عليكما. هي هل تذكران حركاتي كرجل آلي؟ لقد أوحيت لي بفكرة يا بينون. سأصنع رجلا آليا يفعل ما يطلب منه ولا ينكسر. هاي لا تتلصصوا، هذه مهمة سرية جدا، عملية الأرنب الآلي الخارق. حسنا جميعا، انظروا الآن إلى الأرنب الآلي الخارق. دورك يا روزي. تادا. إلى الأمام. والآن دوران. على رجل واحدة. واو، هذا أفضل أرنب آلي على الإطلاق. اسمي لين الآلية، تشرفت بمعرفتك. يسار، يمين، خذي البسكويت، أحضريه إلي أرجوك. أنا أحب روزي الآلية كثيراً، لكن أنا أفضل صديقتي روزي بدلاً منها. حتى لو أنها لا تفعل ما أطلبه دائماً. روزي الآلية لا تحب الأرانب الأشقياء أبداً. هي يا روزي أرجوكي. سنضع هذه الأكوام في بيت اللعب حتى يختار كل ما يريد. تقولون أكوام؟ أنا عندي أكوام وأكوام، اتبعيني يا حبات البلوط. مكان لإعادة التدوير، فكرة جيدة يا روزي. أزرار؟ أغطية زجاجات؟ أكثر سريع. نلط نلط رم رم رم. كاد الكيس أن يمتلئ يا بلوطات. كاد يمتلئ. أين أضع إذا باقي نفايات؟ ربما علينا أن نجد طريقة لنجمع نفايات الجميع. فكرة جيدة أخرى. شكرا يا فكري. أصداف، خرز، أزرار لامعة. المئات منها، هل تحتاجين إليها كلها؟ فعلا. إنها تحتاج إلى فسحة كبيرة. أوبس. حسنا، سأختار أشياء لمجموعة النفايات، ولكن من قد يرغب فيها يا بلبلة؟ أنا متأكدة أن أحدا منهم سيجد فيها فائدة. أحب عربة النفايات يا كرز. إنها خارقة بمحرك سريع مهما كان اسمها إنها رائعة. لا تنسى أن تحضر نفايات بينون. أظن أنني سأحتفظ بهذا الخشب، لابد أنني سأحتاج إليه. تشجع يا بينون، إن كنت استغنيت عن أشياء فأنت ستقدر. ربما سيبدو بيتي أجمل من دون هذا الخشب.
لكن العربة لا. لنأخذ كل الأغراض إلى بيت اللعب. أيوه، نجحنا. ياهو، أعرف أن عندي شيئاً إضافياً، ريشاتي القديمة. لا، انظروا. ما هذا؟ العربة أصبحت كومة نفايات. آسفة يا كرز. هيا لنجد مكاناً مناسباً لتخزين هذه الأشياء. ما أكثر هذه الأغراض؟ ليست مشكلة، نفايات شخص كنز لغيره يا رومبا. كل يختار ما يعجبه. تعالوا لبلبلة. لا 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 لا. رائع. أهلا يا سيد روبوت. أمسك بهذه يا بينون. دوري. أريد أن ألعب أنا أيضاً. آسف يا روبوت، لم يكن خطأي، إنها الأكوام، لقد أوقعتني. ما زال لدينا الكثير من البقايا. سيكون علينا أن نرمي بعضها. سيكون أمراً مؤسفاً لنصنع المزيد من الأشياء المميزة. لكن الجميع أخذوا الأشياء التي يريدونها. ليس الجميع، بقي فكري. فكري شجرة، الأشجار لا تحتاج إلى شيء إلا الشمس والماء والنسيم اللطيف. أنا عندي فكرة مدهشة. يا سلام، ما هذا؟ أهلا يا فكري، لدينا هنا شيء، شيء متميز جدا. لتراه. مستعد؟ ليس تماما، ولكن هيا. نعم. لم أرى شيئا في حياتي كهذا من قبل. ما هذا؟ إنها مصنوعة للريح يا فكري. أو هي عربة خارقة. محركها أسرع من الصوت. العجلات كانت لي. إنها مثلك تماماً يا فكري، لا تحتاج إلا إلى الشمس والماء والريح. لم نرمي أي شيء. أرأيت؟ مثلك تماماً. حسناً، شكراً. إنه أروع شيء رأيته في حياتي كلها، سأحافظ عليه. أرزا قالت إن نفايات شخص هي كنز للغير، سنريها ما صنعنا أيضاً. نعم، يجب ذلك، ولكن ليس الآن. لن أشبع من مشاهدته. هل رأيت فرشاة الرسم يا رومبا؟ لا، سوف أبحث عنها يا روزي. لديك أغراض كثيرة هنا يا رومبا. هذه ليست أغراضاً، إنها أشياء مميزة. كيف جاءت هذه إلى هنا؟ شكراً. كل هذه الأغراض مميزة؟ لم يعد لديك أي فسحة. واو، صفحتي. أرجوحتي، عندي أشياء مميزة كثيرة، ولكن ماذا أفعل بهم؟ اسمع، اختر الأشياء التي لم تعد تستعملها وأعطها لغيرك. أعطي أغراضي لغيري؟ أجل، قدمها كهدايا. حسناً، يمكننا أن نجرب هذا. هيا تفضل، هذه مني إليك. شكراً يا رومبا. ما رأيك يا كمون؟
يقصد شكرا. من يريد هدية؟ يا لها من مفاجأة جميلة. أغراض روما كثيرة بالنسبة إلى أرجوحده، لهذا أنا أهدي بعض ألعابي. كم أحب الهدايا. ما هي هديتي؟ طبعا ليس عندك أفضل من هذه. على العكس يا بلبلة، انظري. هل ستهديني صفارتك؟ هذا رائع، لي أنا يا رومبا. أوه حسناً، أنا الصفارة لا يا رومبا، إنه يهدي الألعاب التي لم يعد يحتاج إليها. أرجوك. تفضلي يا بلبلة. لا أظن أن هذه فكرة جيدة. واو، شكراً يا رومبا، سأعزف عليها بشكل أفضل من آلتي. هل أنت بخير يا رومبا؟ إنها مجرد أغراض. انظري إلى بلبلة كم هي سعيدة. والآن صار بإمكاني أن أعود إلى أرجوحتي الجميلة. هذا رائع، فسحة كبيرة. لست مشتاقاً إلى ألعابي. ترى هل بلبلة سعيدة بصفارتي؟ اشتقت إليها أليس كذلك؟ أشعر أنني غريب من دونها. ترى هل تعرف كيف تلمعها؟ لما لا تذهب وتسألها؟ من يدري، ربما لم تعد تريدها. هل يمكن أن أستعيدها؟ هل رأيت بلبلة يا بينون؟ لا آسف. مرحبا يا رومبا، هذه الطائرة رائعة. شكرا. على الرحب، لكن أعطيتك طائرتي، أما هذه فلكرز. هاي تعال وانظر، الهدايا تبدلت كلها. صفارتي. أما بلبلة. بلبلة. رومبا، شكرا جزيلا على صفارتك. الواقع أنا أهديتك الصفارة، ولكنها لعبتي المفضلة. أفهم تماما ما تعنيه، إنها رائعة. وبما أنني أعطيتك إياها لم يعد عندي ما أعزف عليه. مسكين يا رومبا، تفضل هذه لك. آلتك يا بلبلة؟ نعم، لم أعد أحتاج إليها، صارت عندي صفارة مدهشة. سأعزف عليها لفكري، تعال واستمع إلي. رومبا، أنت هنا؟ ما الأمر؟ طلبت من بلبلة إعادة صفارتي. وماذا قالت؟ أعطتني هذه بدلاً عنها. أنا لا أريد آلتها، أنا أريد صفارتي. ولكن يا رومبا، أنت أهديتها، لم تعد صفارتك يحق لبلبلة أن تحتفظ بها. تقصدين لم تعد لي للأبد؟ يا رومبا، أنا آسفة جدا. لقد أهديت كل أشيائي المميزة. أرزا، إنها غلطتي، أنا طلبت من رومبا أن يوزع بعض ألعابه، لكن لم أقصد أن يتخلى عن أكثر شيء يحبه في حياته، صفارته. أتمنى أن أستعيد صفارتي يا فكري. وأنا أيضاً يا رومبا. ما زالت معي هذه على الأقل. أليست هذه آلة بلبلة؟ هي أعطتك إياها، لكنها الآلة المفضلة لديها. إنها فعلاً مفاجأة. آلتي، كفى، أنت تعزف بشكل خاطئ، لن تصدر ألحاناً جميلة. أعزف بشكل خاطئ؟ ماذا عن عزفك على صفارتي؟ تنفخين فيها بشدة. لا لا أفعل. لا بل تفعلين. لماذا لا تتبادلان الآلات وتعلمان بعضكما الطريقة الصحيحة؟ نتبادل؟ تعني أن أعزف على صفارتي من جديد؟ عليك أن تنفخي بلطف هكذا. آه،
لقد استرجعت صفارتك. أنا وبلبلة تبادلنا. ماذا في العلبة؟ أتذكر الألعاب التي أهديتها؟ ليس عدلاً ألا تتمكن من اللعب بها، لذا وضعناها في هذه العلبة. وهكذا تلعب أنت أيضاً معنا وتحافظ على الفسحة في الأرجوحة. سأطير الطيارة من جديد، لكن هذه لم تكن لي. وضعنا كلنا ألعاباً لنتشارك فيها معك يا رومبا. علبة الألعاب المشتركة. أوه شكراً يا روزي. علبة الألعاب المشتركة فكرة رائعة. جيد أنك أحببتها. وأعرف أين يمكن أن نضعها. ترى أين؟ في سريرك طبعاً. رومبا كنت أمزح. لنضعها قرب باب بيت الألعاب لتكون قريبة من الجميع. فكرة رائعة يا روزي، فكرة رائعة.